عالية بن سبت كاتن ستيتش. طبعا نحن ملابسنا أو فكرتنا كلها ملابس مغربية، وعندنا مشغل خاص في المغرب. شغلنا وخاماتنا كلها تكون على حسب ذوق الزباين. هذا الموسم نزلنا ألوان الصيف، خاصة أنها ألوان مطلوبة بشكل كثير. شاركنا في معرض فاشن سراي، معرض جدا مميز وراقي، الناس اللي موجودين فيها كلها براندات معروفة. طبعا أكيد راح نشارك في المواسم الأخرى، لأن المعرض كان مرتب ومنسق، وإن شاء الله التوفيق للجميع. شكرا. أنا مريم عبد الله من ديفي. الكل يسألني شو يعني ديفي. ديفي هو كلمة فرنسية بمعنى تحدي أو تشالنج، يعني أتحدى علشان أكون أفضل. وهذه تصاميمي، حاولت أسوي عبايات سادة، ألوان هادية وصيفية، وحتى القماش وشي غير. Black and white. وعندي دراسات اللي ويا العباية. أول مرة أشارك المعرض فاشن سراي، ما شاء الله بيرفكت، منظمين، كل شيء أوكي. والناس ما شاء الله حبت كل شيء، والحمد لله. بالتوفيق للجميع. عاشر العليلي، مدير مشروع معرض فاشن سراي وفاشن ديزاينر. طبعا المعرض فاشن سراي هذه ثالث مرة نسوي. السنة اللي طافت سوينا مرتين، كان في دبي وبعدها كان في أبوظبي.
والسنة استوى على أكبر في المركز التجاري. طبعاً الأكزيبيترز اللي عندي أكثر انترناشنال، عندي مشاركات من فرنسا، عندي مشاركات من بريطانيا، يعني مشاركات عالمية تقدر تقول. مودست على النطاق البزنس مالي صار لي 12 سنة مصممة أزياء. وطبعاً أنا في المعرض هذا مشاركة لأني أحب في المعارض بشكل عام، لأني أشارك في معارض ثانية، فأحاول أطبق أو أخذ نقاط الضعف في المعارض اللي كانت وأخليها نقاط قوة في المعرض هذا. طبعاً أشكر تلفزيون مسايا على التغطية. نحن سوينا كتغطية إعلامية في أول يوم وثاني يوم، كانت في شخصيات مهمة وسيلبرتيز حضروا المعرض وكلهم شهدوا أن المعرض متنوع ويغطي احتياجات الكل من ناحية رمضان والعيد. وأشكر فريق عمل شركة كولت لإدارة الفعاليات على التنظيم الرائع. محمد راشد، مدير تنفيذي لشركة جوري للمناسبات. شركة جوري للمناسبات تقدم خدماتها للجمهور من تنسيق زهور لجميع المناسبات، منها الولادة، الأعراس أو أي مناسبات خاصة للزباين، بالإضافة إلى تنظيم الحفلات والمناسبات والأعراس، من تصميم الكوش والديكورات الخاصة بالأعراس، بالإضافة إلى تنظيم وترتيب الطاولات الخاصة بالحفلات والمناسبات. المعرض هذا شاركنا فيه أن نعرف الجمهور على الخدمات. معرض متميز في المركز التجاري، تنظيم رائع جدا، الجمهور راقي جدا. نتمنى للمنظمين كل التوفيق في السنوات القادمة. الإقبال أقدر أعتبره جيد لحد اليوم، اليوم الثالث، ونتمنى التوفيق للجميع. أنا من لبنان، مصممة أكسسوارات منزلية وخصوصا كل شيء للنساء. اليوم نحن مشتركين بفاشن سراي بورد تريد سنتر قاعة زابيل. المعرض كتير حلو، في كتير أجواء رمضانية مبلشة على بكير. أنا بشتغل أشياء كلها هاند ميد، بحط أشياء شواروفسكي وأشياء بليتد على البوكسات. البوكسات بيستعملوا للهدايا، بنحطوا لتمر شوكولات مزينة حتى. مش بس بوكسات، نعمل أشياء لديكورات المنزل، علاقات يعني كل شيء للديكور.
وإشياء للأكواب، فناجين القهوة، فناجين الشاي، صواني، كل الديزاينات بنعملها مبتكرة وجديدة، وأكيد التيب والأكسسوارات نفس الشيء. أنا عايشة بدبي، بنعمل دليفري حتى لكل الإمارات وبرات الإمارات. الأرقام والتواصل ممكن على الإنستغرام على nanos.accessories. اسمي لينا عبد الواحد جابر، أمثل مجوهرات دلينا. أسسنا شركة البروج للمجوهرات من 2008، الحين يمكن عمر الشركة صار تقريبا 8 سنوات، وبنينا اسم الشركة الذي هو تحت براند دلينا، هذا كان في 2014، والحمد لله حصلنا إقبال على البراند اللي هو دلينا، ونحن الحين متواجدين في سانسيت مول في جميرة. وطبعا البرودكت تبعنا الجولري أكثره مصنع في دولة الإمارات، تقريبا 70% و30% خارج الدولة. نتعامل مع أكثر من شركة، يمكن حوالي 5 شركات في هونغ كونغ والهند وإيطاليا، ولكن تركيزنا إن شاء الله بيكون على دبي، التصنيع في إمارة دبي. والحين نحن اشتركنا في معرض سرايا، معرض سرايا طبعا مرتب وتنظيم وفي إقبال عليه في الزبائن، والحمد لله مشاركة حلوة، ونتمنى لهم يعني كل التوفيق.